يمكن واحنا بنتكلم في الاثناء جمهور النادي الاهلي بيترقب القرعه اللي هتتم في دور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا في النسخه الحاليه، وكلنا الحقيقه على شغف، وكلنا يعني قاعدين بننتظر من سيلاقي الاهلي في الفتره اللي جايه. احنا معانا طبعا واحد من لاعيبه النادي الاهلي السابقين ونجم من نجوم الحقيقه اللي بيلقب بالجوكر، اللي لعب في كذا الحقيقه مركز في النادي الاهلي، كابتن احمد صديق. ويمكن اكتر من مركز ديت عايزين ناخدك فيها بعد كده، لان النهارده ده بيتم فعلا مع بعض من اللعيبه. لكن الاول برحب بيك، منور البيت الكبير، مبروك علينا الصعود. ربنا يخليك يا سام. منور ابو حميد. ربنا يخليك تاني. منورنا دايما. معاك النهارده. ربنا يخليك يا كابتن. حبيبي حبيبي. منورنا دايما، ودايما مشوار خاصة مشوار البطولة الأفريقية مشوار طويل، ومشوار في اعتقادي مشوار صعب مش سهل. وإن البطل لازم يمر بمراحل في هذه البطولة الطويلة، المشوار الطويل، زي ما مرينا فيها النسخة اللي فاتت، مرينا بمراحل يعني صعود وهبوط. شايف لغاية دلوقتي النادي الأهلي مشواره في البطولة كلية، يعني دور المجموعات انت عارف طلع في المركز الثاني، عندنا مباراة مع سيمبا، مباراة تحصيل حاصل ولكن ليها أهدافها، ومباراة مهمة جدا على النواحي المعنوية، على نواحي كمان الريفنج للنادي الأهلي إن شاء الله يحقق نتيجة جيدة. شايف المشوار البطولة لغاية دلوقتي إزاي بالنسبة للنادي الأهلي؟ يمكن زي ما حضرتك اتكلمت يا كابتن، قلت ان البطل ما عندوش مشكله يلعب مين، خصوصا النادي الاهلي. مر بظروف ما نقدرش نقول ان المستوى ثابت، لكن حقق المطلوب بصعود للدور اللي جاي ان شاء الله، ودي كان اهم في الموضوع كله، خصوصا انت في عندك ضغط مباريات، خصوصا انت حامل اللقب، فدي كمان بتبقى ضغوطها اصعب بكتير جدا مع كل الفرق اللي بتلعبك. تلعب فرقه المريخ يمكن بنسبه كبيره بره البطوله، ومع ذلك كان حاجه مهمه جدا بالنسبه لها ان تعمل نتيجه ايجابيه عن النادي الاهلي، تاريخ يكتبه لنفسه نادي المريخ، مع احترامي الكامل لنادي المريخ طبعا. يمكن انت كنت عامل مباراه قبلها مع فيتا، مباراه ولا اروع باداء ونتيجه تدرس، مفيش اجمل من كده. لكن كان ضغط المباريات مع المنتخب، لعب مباراتين في وقت قصير جدا، وكان عندك لعيب اكتر من لعيب موجود في المنتخب، كل دي كانت عوامل كانت ممكن تؤدي ان احنا نشوف المستوى اللي شفناه من النادي الاهلي في مباراه المريخ، ومع ذلك حقق المطلوب بتعادل بيصعدك للدور اللي جاي، وده اهم في الموضوع. اكيد المرحله الجايه صعبه، صعبه لان انت خلاص بتقابل فرق، كل الفرق بتلعب على البطوله وانت حامل اللقب، كل الفرق بتقابل النادي الاهلي بشكل مختلف تماما. مع احترامي الكامل لكل الفرق، لكن كل الفرق اللي هتلعبها او اللي مستنيينها تقابل النادي الاهلي هم كمان بيبقوا متخوفين اكتر ما انت عامل لهم حساب، ودي بتصعب المهم اكتر. ان شاء الله الفتره الجايه اكيد الجهاز الفني هيشتغل على ده، في زي ما حضرتك برضه يمكن بتتكلم مع الاستاذ محمد، ان عودة المصابين دي برضو حاجة إيجابية للنادي الأهلي، هتفرق بشكل كبير جدا. كل دي دوافع إن شاء الله تأثر بالإيجابي على الفترة الجاية للنادي الأهلي بإذن الله. كابتن أحمد، دايما بنلاحظ أنه الأهلي موسيماني في الشوط الأول مختلف تماما عن الأهلي موسيماني في الشوط الثاني، تفتكر إيه السبب؟ وإحنا النهاردة لو اتكلمنا عن الرهان، هل الرهان النهاردة هيكون على الشوط الثاني، خاصة أن أنت في المرحلة الجاية في ربع النهائي هتقابل الفرق القوية، الفرق الكبيرة؟ واحنا ما نقدرش نقول كده، مباراة فيتا عملوا الشوط الأول ما فيش أجمل من كده، هدفين أو ثلاثة تقريبا في الشوط الأول، يعني ما نقدرش نقول كده، لكن نقدر نقول بس الغالب يعني الغالب إيه؟ بيبقى في الشوط الثاني الأداء بيبقى أفضل بكتير جدا، ممكن ده مع عامل التغييرات، إن الجهاز الفني بيقرا المباراة بشكل كويس فبيقدر يعدل من الأخطاء اللي بتبقى موجودة في الشوط الأول، كل دي أسباب تخلي إن الأهلي الشوط الثاني يبقى أفضل، لكن في الأدوار اللي جاية لازم 90 دقيقة كلها يبقوا بنفس التركيز، بنفس السيستم، بنفس النواحي الايجابيه اللي موجوده، لان انت خلاص الدقيقه بتفرق، يعني انت ربنا كرم في المباراه اللي فاتت انك جبت جون في الدقيقه 90، غير من على الاقل خلاص المباراه الجايه انت بتلعب مفيش ضغوط. صحيح. فدي كل دي نواحي ايجابيه. الاهم من ده كله يا استاذ سام ان خلاص انت دلوقتي في مرحله كل ده اتقفل خلاص بايجابياته وسلبياته، كل الدور المجموعات ده اتقفل خلاص، كل تفكيرك وتركيزك ان الفتره الجايه هتبقى حاجات صعبه جدا، ما عندكش حل غير المكسب خلاص. ما عشان الفتره اللي جايه اصعب، فاحنا بنفند النهارده ايه اللي ممكن يعني نركز عليه او الجهاز الفني ممكن يركز عليه في الفتره اللي جايه. تمام. وانا ما عنديش مشاكل خالص، الكابتن احمد صديق ممكن يرد على التليفون عادي جدا، بس احنا بنتكلم في ده
احنا بنتكلم في ده ليه؟ احنا بنفند اللي حصل الفتره اللي فاتت، لان انت فعلا من الفتره اللي جايه قد تقابل فريق كبير جدا زي فريق سان داونز، الترجي، الوداد. تمام. انت النهارده بتراهن على الشوط الثاني، ولا ايه السبب في اللي حصل ده؟ برده ما قلتليش السبب. ما هو ده يعني دي بتبقى عوامل الجهاز الفني اكتر الدرايه بيها، لان في عوامل كتير بتفرق. ممكن لعيبه ما بتبقاش نازل المباراه مركزه، بس ده صعب جدا في النادي الاهلي، لان عارفين لعيبه النادي الاهلي بيبقوا نازلين المباراه وعارفين هم محتاجين ايه منها. فما اظنش ان ده ابدا يكون سبب، لكن وارد يكون لعيبه اللي بيبدا مش مركز زي الشوط الثاني. وارد ان انت مثلا بتلعب مباراه ودايما التغييرات ودايما الشوط الثاني ده يحسب حتى الموسيماني، حتى في بعض الاوقات الناس بتنتقد التشكيل او بدايه التشكيل وبيعدل بشكل اكتر من رائع. ده تحسب طبعا للاداره الفنيه دايما. الشوط الثاني يقول لك شوط المدربين، هو حاطط سيناريو معين ما بيأدوش بشكل كويس. التغييرات بتبقى مهمه جدا، وشفنا ده في ماتشات كتير حتى في الدوري، مباراه المقاولين وغيرها يعني. بالظبط. ناخد من الجزء دوت ونتكلم على زي ما انت قلت، في بعض الضغوط، في بعض الماتشات النادي الاهلي عنده ماتشات كتيره جدا جدا. انت رجعت الاداء السيء يمكن في مباراه المريخ بالنسبه للعيبه الدوليه، كانت مع منتخب مصر لعبوا ماتشين وفي سفر، وكل دي اسباب يعني مقبوله، لكن يبقى في الادوار الاقصائيه ما فيش اعذار. ازاي ان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه، وخاصه احنا عندنا مباراه سيمبا اللي جايه، مباراه تحصيل حاصل. السؤال اللي يمكن طرحته على كذا ضيف وعايز اخد رايك فيه، هل موسيماني يستغل الفتره ديت ان احنا عندنا خلال الاسبوع اللي جاي ماتشين، ماتش في بطوله افريقيا وماتش في كاس مصر، ان يبدا يدخل اللعيبه، وخاصه في رجوع بعض الاصابات، يدخل بقى اللعيبه ديت للمباريات، ويبقى نكبر القماشه ونكبر العدد الجاهز للعيبه للمشوار الاقوى، وهو مشوار طبعا 7-8 ماتشات في الدوري، عندك مباراه ربع النهائي في الدوري افريقيا، عندك في مايو عندك السوبر الافريقي يوم 28/5، يعني عندنا يعني من ابريل لمايو مباريات كتيره جدا. ايه وجهه نظرك نعملها ازاي ان شاء الله عشان كل مباراه يبقى اداء كويس وكمان يكون في مكسب يعني؟ لا اكيد، هو اكيد مستر موسيماني هيحسم كل الامور دي، اكيد هيبدا يدخل ناس كتيره جدا من راجعه من الاصابه. يمكن شفنا المباراه اللي فاتت وليد سليمان، واكيد دي حاجه من الحاجات الايجابيه ان عوده وليد. اكيد علي معلول برضو هتبقى من الحاجات الايجابيه اللي هتحصل الفتره الجايه. نصر ماهر بدا يبقى متواجد. كل دي يا كابتن لعيبه هتفرق كتير جدا معانا، خصوصا انت عندك ضغط دوري، كاس مصر عندك، ويمكن سوبر. بس انت جبت بعض الاسماء، انا برضو اتناقش معاك في بعض الاسماء. فضل. على سبيل المثال بنتكلم على محمد الشناوي. محمد الشناوي ما شاء الله توب فورم، بيلعب مع النادي الاهلي مع المنتخب. هل اسماء ونتناقش فيها، هل ممكن جدا نشوف مثلا علي لطفي في مباراه سيمبا، نشوف علي لطفي في مباراه النصر في الكاس؟ ده جزء. الجزء الثاني بنتكلم على مجدي قفشه. مجدي قفشه برضو عنده كتير. يعني تمام. خلينا نتكلم في الاثنين دول عشان عندي اثنين كمان يعني هسالك عليهم. ماشي، نبدا بالشناوي. يمكن الشناوي علي طبعا ما شاء الله، يعني علي لطفي ما شاء الله يعني ولا كلمه، مفيش مشكله خالص يعني. ولكن من وجهه نظري ممكن مباراه افريقيا يلعب الشناوي، ومباراه كاس مصر يلعب علي لطفي. اوكي، لانه يعني برضه ليه لا مش ليه، وبرضه في يمكن الكابتن يعني ليه، واحنا بنقول اصلا ان انت كده اوريدي متاهل خلاص، مفيش مشكله، بس ولا عشان مركز حراسه المرمى مركز حساس لا يقبل عمليه الروتيشن؟ لا هي يعني مش الفكره، مش الروتيشن، هو بيبقى فيه مدربين، والكابتن هاني بيعرف كده كويس جدا، وبيبقى حتى مع التغيير عنده خط الظهر بحارس المرمى بيبقى صعب جدا التغيير فيه. خصوصا هو برضه الفتره مش كبيره، الكلام ده لو الفتره كبيره اقدر ان انا اعمل روتيشن للعيبه كتير جدا. لكن حراس المرمى كمان بيبقى محتاج ان الحارس ما يبعدش كتير. الحارس حتى لو المباراه بيلعب على طول ماشي كويس، لا الافضل ليه الاستمراريه. لكن ممكن لعيب في نص الملعب زي قفشه ما فيش مشكله، يبدا يريحه، لانه فعلا محتاج يرتاح. لعب مباراتين مع المنتخب، لعب مباراه مع النادي الاهلي ومباراه قبلها، فلا من وجهه نظري قفشه ممكن يرتاح مع وجود ناصر ماهر، مع وجود وليد سليمان ما عندكش مشكله خالص. فناصر ماهر ممكن ناصر يبقى موجود في المباراه الجايه. من وجهه نظري يبقى افضل ان ناصر يبدا ياخد، لانه بقاله فتره بعيد. مفيش مشكله يبدا، دي حسب وجهه نظر الجهاز الفني. أوكي. طبعا لكن ياخد جزء من المباراه طبعا مهم جدا، لانك هتحتاجه. ناصر كمان من اللعيبه المهمه واللعيبه المؤثره، وكان بقاله فتره غايب. فمباراه زي اللي كده اللي جايه مع مباراه كاس مصر يبدا يرجع يعني المستوى تمام. بتاعه ده من اللعيبه المهمه. عندنا مشكله في الباك الشمال، ايمن اشرف عنده انذارين تمام، وعلي معلول متعور وراجع من الاصابه، محمود وحيد متعور. تمام. تفتكر مين الورقه؟ ما اعتقدش او ما اعرفش وجهه نظر برضو موسيماني، هل يبدا بايمن اشرف يكون في عمليه ريسك شويه لا قدر الله ياخد انذار يبقى بعيد عن مباراه دور الثمانيه، او يلاعب
بيكهام مثلا على سبيل المثال وهو لاعب قبل كده. لا يعني وجهه نظري في الموقف ده او في اللعيب او في المركز ده بمعنى صح، مع غياب علي مع ايمن انذارين، يبقى الافضل انه يريح ايمن ويلعب بيكهام، لان طبعا مباراه مهمه للنادي الاهلي انه يكسب زي ما حضرتك قلت، الروح المعنويه او انه يحافظ على المستوى بتاعه. فوجهه نظري بيكهام يبقى موجود، بتامن نفسك بايمن عشان حتى لو علي لسه قدامه شويه يبقى عندك ايمن موجود في غياب محمود وحيد، يبقى بيكهام يبدا ولعب مباراه وادى فيها بشكل كويس جدا. صحيح. في الباك ليفت، فدي برضه شبه فيها مشكله كبيره باذن الله يعني. طيب. انت من اللعيبه زي ما قلنا اللي شفناه بيلعب في اكتر من مركز، اولا ده تاثيرها يعني بخبرتك، قول لي تاثيرها عليك ايه لما بترجع تلعب في مركزك بقى اللي انت متعود عليه، بيأثر عليك يا كابتن؟ لا ما اقدرش اقول بيأثر، هي حاجه ايجابيه يعني، بالعكس لعيب الجوكر ده بيبقى لعيب مطلوب وبيبقى لعيب مهم جدا للمدير الفني. يعني كل مدير فني يتمنى ان يبقى عنده لعيب واثنين وثلاثه يقدر يتحرك بيهم في الملعب او يوظفهم في اي مكان في الملعب. هي بتبقى حاجه ايجابيه للعيب، ما عندوش مشكله، لكن اكيد برضو كل لعيب بيبقى عنده مكان بيحب يلعب فيه اكتر، بيحس ان هو بيأدي فيه بشكل ايجابي اكتر، ده طبيعي جدا. لكن في الاول والاخر بتبقى حاجه ايجابيه للفرقه، حاجه ايجابيه للمدير الفني، حاجه ايجابيه للعيب نفسه. طيب بالنسبه للعيب نفسه، هاخد من كلامك على سبيل المثال يعني اكرم توفيق لعيب بيلعب في وسط الملعب مكان علي وحيد، وبيلعب باك يمين. انت شايف ان برضو محمد هاني، هل محمد هاني اتكلم بكل امانه المباراه اللي فاتت ما كانش موفق خالص، ما كانش مش ده محمد هاني. تمام. هل من الطبيعي ان احنا نعمل روتيشن لمحمد هاني في مباراه زي سيمبا ديت، ولا نرجع له الثقه؟ محمد هاني برضو مجهد شويه، عنده اجهاد. هل نلاعب اكرم توفيق مكان محمد هاني كباك يمين، ولا كمان عمليه الاجهاد وعمرو السوليه برضو عنده مشكله في الاجهاد وماتشات كتير، يلعب اكرم توفيق جنب ديانج؟ انت توزن دي ازاي؟ لا اوزنها، انا مش عايز اغير في الخط الظهر كتير يعني. لو هنتكلم مثلا احنا نريح ايمن ويلعب بيكهام، فيبقى صعب نريح محمد هاني. اوكي. فلا انا رايي يبقى هاني ممكن يكمل زي ما حضرتك بتقول، حتى لو هو ما كانش موفق الماتش اللي فات ياخد الثقه، فدي ثقه فرصه بالنسبه له. الماتش على ملعبنا بنسبه كبيره ان شاء الله نكسب ونأدي بشكل كويس، فبالعكس تبقى فرصه ان هو يرجع ياخد الثقه تاني. ويبقى الروتيشن مثلا عمرو السوليه، لان طبعا اكرم لعيبه كويسه جدا، وكان لما كان بيأدي كان بيأدي بشكل كويس قوي، فمش هيبقى في فرق كبير مع غياب حمدي. انت محتاج انك تقرب اكرم يعني، مع غياب حمدي فتحي الغياب اللي ممكن متوقع انه يبقى طويل شويه، فانت محتاج حد برضه يبقى رجليه في الملعب. مظبوط. فاكرم اقرب واحد انه يكون موجود، وفي نفس الوقت انت بتحافظ يعني بنسبه كبيره لما اربعه في خط الظهر تغير منهم واحد غير انك تغير اثنين، يبقى الدنيا تمشي يعني افضل من انك تغير اثنين في خط الظهر يعني. احمد رمضان بيكهام ايه رايك فيه؟ يعني احنا شفناه مثلا في المنتخب نص مدافع، في الاهلي باك يمين، بتشوف التغييرات ديت مع احمد رمضان بيكهام ازاي؟ مقتنع؟ طبعا مفيش مشكله، هو لعيب جوكر يعني، ما انا واثق ان جوكر النادي فعلا. بس شايف احمد صديق بيشوف احمد رمضان بيكهام في اي مركز بيدي اكتر؟ من وجهه نظري عنده مكانين بيأدي فيهم بشكل كويس قوي. لما بيلعب سيرد باك بيبقى كويس جدا جدا، ولما بيلعب في نص الملعب برضه بيبقى كويس جدا، عشان كورته حلوه. بس احنا عشان يمكن عندنا يعني ما شاء الله اللعيبه بتاعت نص الملعب لعيبه كلهم كويسين جدا وكلهم موفقين ما شاء الله الفتره الاخيره، وللاسف خسرنا خدمات كمان فتحي حمدي فتحي. طبعا، لكن نتمنى ان شاء الله يرجع بالسلامه، ان شاء الله يرجع احسن من الاول كمان باذن الله. ففي الوقت ده انت بتحتاجه في المكان الفرقه محتاجاه، في الوقت اللي انت ما بتبصش او اللعيب مش هيبص لنفسه ابدا، بيبص لمصلحه الفرقه. طب مصلحه الفرقه النهارده محتاجين باك رايت، فما عنديش مشكله ان انا اتوظف الباك رايت، محتاجين اكون سيرد باك، فما عنديش مشكله. فدي زي ما قلنا ان بيبقى ميزه للعيب وللفرقه وللجهاز الفني. طب انت قفلت خط الظهر، كنت لسه هكلمك مثلا على واحد زي رامي ربيعه، هل ياخد ما ياخدش؟ فانت بتقول صعب نغير اكتر من واحد في خط الظهر. طب على مستوى الهجوم، على مستوى الهجوم وخاصه راس الحربه، اتكلمنا على محمد شريف قد ايه عمل مباريات اكتر من رائعه مع المنتخب ومع النادي الاهلي. يبدا بمحمد شريف، احنا شفنا حتى موسيماني المباراه اللي فاتت بدا بشريف ومروان، طريقه 4-4-2 او يعني شادو سترايكر بمعنى صح. شايف ازاي محمد شريف الفتره اللي فاتت ودوره الفتره اللي جايه؟ لا يمكن زي ما قلت يا كابتن ماشي بشكل كويس جدا جدا، ويمكن بعد شويه، لكن مش بعد فنيا، هو بعد ان يعني بعد مشاركه شويه، ومع ذلك لما خد بقى بيأدي بشكل كويس جدا مع النادي ومع المنتخب، ودي من الحاجات الايجابيه جدا يعني، لان شريف من اللعيبه المهمه والمميزه، بيعرف يجيب جون، بيوصل لجون كتير جدا، ودي برده حاجه ايجابيه يعني مهمه جدا. وجهه نظري انه يبقى موجود برده المباراه الجايه، ما فيش مشكله خالص. بص يا كابتن، اللعيبه الفراوده او المهاجمين بمعنى اصح
كل ما يبقى ياخد ويجيب لا خليه موجود في الملعب. يعني هو نفسه مش يحس بالاجهاد ده، كل ما انا شغال كويس وبجيب اهداف وبادي بشكل كويس بالعكس عايز ابقى موجود في الملعب حتى لو كل 3 ايام مباراه. طيب. ما عنديش مشكله خالص في النقطه دي. مش انا بتكلم كلاعب مهاجم، بالعكس عايز ان انا كل مباراه اكون موجود طالما الحمد لله ماشي بشكل كويس، الثقه موجوده، الاداء الهجومي بادي بشكل كويس جدا، بالعكس من مصلحتي كلاعب ان انا افضل موجود في الملعب. اوكي. طيب على عايز تسالي على مستوى الجنبين، شفنا حسين الشحات الفتره اللي فاتت نزل كان عنده غيابات وكان في بعض الانتقادات على وجود حسين شويه نتيجه الاداء، اجايين برده ما كانش كويس. احنا ان شاء الله هننسى المباراه اللي فاتت. لا طبيعي يعني احنا بنحضر للجاي يعني وارد جدا وطبيعي جدا. بص يا كابتن احنا بنتكلم في حوالي 4 مباريات تقريبا في اسبوعين بين نادي ومنتخب، صعب جدا على اي حد، يعني صعب جدا على اي حد يفضل محافظ على مستواه. ف كمان انت كان عندك لعيبه كتير جدا منتخب، يعني فدي من العوامل برضو كانت، يعني كمان عندك بواليا كان في منتخب. طيب. يعني حتى اللعيبه المحترفه اللي عندك كانت برضو موجوده، كان موجود مع منتخبات بلدها ولسه راجعين بالظبط. فكل ده ضغوط كبيره جدا على الفرقه، سفر يعني منتخب سافر والنادي سافر، فكل عشان كده برضو احمد الضغوط والسفر والاجهاد البدني دوت بيبقى ليه انت عارف طبعًا. بيبقى ليه تحضيرات من طبعًا. بدري شويه، يعني انا محضر حسين الشحات كان متواجد دخل المباراه، بيتحضر واحد زي طاهر محمد بالظبط كده كان موجود مع المنتخب الاولمبي ما لعبش ماتشات، فبيتحضر واحد زي ده. رفاهيه التحضير هل متواجده لموسيماني خلال الفتره اللي جايه؟ لان انت داخل على بصراحه كل يومين ماتش في الدوري، بتتكلم على 7 ماتشات في ابريل، بتتكلم على مباريات في مايو، ماتشات كتيره جدا وجدول مليان. انت شايف التحضيرات دي تتم ازاي؟ وندخل امتى طاهر وندخل، يعني عشان يبقى عندك في كل مركز 2 جاهزين، ما يهمنيش اي حد، لا قدر الله غاب يبقى متواجد والناس تبقى مطمنه. يعني والله انا متاكد ان خلى مستر موسيماني ما ريحش ناس كتير المباراه اللي فاتت، مع ان كان لازم يبقى في روتيشن في المباراه اللي فاتت بالاخص. اللي خلاه ما عملش كده مباراه فيتا، انه ادى او بدا بالتشكيل ده، فادينا بشكل يثبته ادينا بشكل كويس جدا كمان يا كابتن. طبعا نتيجه واداء، فده طمعه ان خلاص انا وصلت النسبه كبيره من اللي انا عايزه بالاداء بالتشكيل ده. ما كانش لسه التاهل، لسه كمان ما تاهلناش بالظبط كده. فكمان انا عايز مباراه مهمه بالنسبه لي، مباراه المريخ، كان عايز اعمل نتيجه ايجابيه. فهو ده اللي خلاه لعب بنفس الناس، ما ريحش او ما عملش روتيشن لعدد كبير من اللعيبه. لكن في العادي كان ممكن يعمل روتيشن، كان هياخد باله او هيبص لنقطه ان في لعيبه جايه من المنتخب، في لعيبه لعبت مباراتين مع المنتخب، كان هيبص لكل النقط دي. لكن اكيد المباراه الجايه هيعمل كده طبعا زي ما حضرتك قلت، هيجهز طاهر، ممكن يجهز حسين الشحات، وليد سليمان زي ما خد المباراه اللي فاتت ممكن ياخد وقت اكبر المباراه الجايه، يدي اكرم، ما عندناش مشكله. يعني يبدا بواليا مثلا طبعا. على حساب محمد شريف انا برضو متوقع كده، يعني انا متوقع ان ممكن بواليا يبدا ناصر صقم ولا ايه ناصر ماهر يعني ولا مش في المباراه اللي زي دي؟ لا بالعكس، ناصر ما عندوش، اللعيبه المهريه دي ما عندهاش مشكله خالص انها تاخد، يعني ما بياخدش وقت يدخل في الفرقه. يعني لكن انا برضو حاسس ان ممكن يدي قفشه، يعني من قفشه كمان عشان ما شاء الله من اللعيبه اللي مستواها ثابت بقاله فتره، بيقدم بشكل كويس جدا مع النادي ومع المنتخب. فمتوقع ان ممكن قفشه يكمل، يعني ياخد برضو المباراه الجايه. ضيوفنا اللي قبليك كانوا بيتكلموا في فكره اراحه قفشه، لان احنا بنتمنى كده. لكن احنا بنتكلم كل مدير فني عنده حساباته، يمكن زي ما الكابتن هاني قال، لو كان المستر مسمان عمل روتيشن المباراه اللي فاتت مباراه المريخ كان ممكن الاداء يكون افضل من كده، لكن هو عنده حساباته. اكيد من حساباته انه المباراتين اللي جايين، مباراه افريقيا ومباراه سيمبا ومباراه كاس مصر، هيبدا يدي لعيبه كتير جدا، لانه لازم اللعيبه بتاعت على الاقل خالص لعيبه المنتخب تريح. ومش عايزين ننسى كهربا كمان. طبعا بعد قرار تربوي بشكل كبير راجع النهارده، خلاص هيتم مشاركته اكيد في المباراه اللي جايه. طبعا يمكن حضرتك ذكرتي نقطه مهمه جدا، كهربا من اللعيبه المهمه والمؤثره، يمكن بعد الايقاف، وان شاء الله نتمنى ان الفتره الجايه يبقى يرجع لمستواه الطبيعي فكريا وفنيا ان شاء الله، لانها هتفرق معاه كتير جدا. احنا كنا مبسوطين جدا من كهربا ان الفتره الاخيره يا كابتن كان ماشي بشكل كويس قوي قوي، يعني كلنا كنا مبسوطين. فنتمنى ان شاء الله ان يعني انه يتخطى المرحله اللي فاتت، مرحله الايقاف دي، ويرجع لمستواه الطبيعي ان شاء الله باذن الله مع الفرقه. طيب كان في بالنسبه لك مفاجات في دور المجموعات، فرق كنت شايف انها كانت طبيعي جدا انها تتاهل لدور الثمانيه، شايف انها بعدت بشكل مفاجئ؟ هل فرقه كنت متوقع انها ما تكونش موجوده خالص وصلت زي مثلا سيمبا؟ ايه الفرق اللي انت شايف انها كانت مفاجاه بالنسبه لك في دور المجموعات؟ كلام على دور المجموعات ككل، يعني ككل يمكن سيمبا من المفاجات بالنسبه لي. صحيح. انه على الاقل يؤدي بالشكل ده والنتائج دي، او ممكن تكون النتائج ساعدته، يمكن مباراته معانا المباراه الاولى لا يعني ما يعني النتيجه ما ينفعش تبقى كده يعني. فلكن من المفاجات الكبيره سيمبا،
صن داونز بيقدم بشكل كويس قوي برضو قوي يعني الامانه يعني بيقدم بشكل كويس كوره متعادل سلبيا يعني في السودان اخر مره مفيش مشكله بس هو بيأدي يعني النتائج كلها تقريبا اول ثلاث ماتشات كسبان كل الماتشات او اول اربعه كمان تقريبا فبيأدي بشكل كويس قوي من الفرق الكويسه يمكن نادي الزمالك المباراه الاخيره اداها بشكل كويس قوي يمكن كان بعيد شويه دي كانت من المفاجات بالنسبه لي انه النتائج ما كانتش مساعداه في البدايه وصول نادي الزمالك رغم الماموريه مش في ايديه يمكن نادي الزمالك لازم يكسب المباراه اللي جايه هل تتوقع وصول نادي الزمالك لدور الثمانيه كلنا نتمنى على فكره اتمنى طبعا ذلك يعني. يمكن اتمنى اكتر مني يعني بتمنى لكن واثق مش مضمونه لان الموضوع مش في ايده لو في ايده كنت ممكن اقول لك بنسبه 90% او 100% نادي الزمالك يوصل لكن عشان الموضوع مش في ايده بس لكن هو عمل خطوه مهمه جدا المباراه اللي فاتت انه كسب المولوديه بره في الجزائر دي برده خطوه بتقربه حتى لو بنسبه بسيطه لكن بتقربه برضه مازيمبي كان مفاجاه مازيمبي كنت لسه اقول مازيمبي برضه الاداء اللي احنا شفناه عليه لا مش هو ده مازيمبي خالص خالص يعني صحيح يعني برضه دي من الحاجات الغريبه شويه كنت متخيل ان مجموعتنا تكون بالترتيب ايه الاهلي وفيتا مش مقدرش اقول سيمبا كمان الاهلي فيتا يعني سيمبا المريخ يعني ولا المريخ وسيمبا لا الاهلي فيتا ممكن المريخ كمان يعني المريخ كمان لو بالوضع الطبيعي بتاعه كان ممكن يبقى افضل من كده كنت دلوقتي لو سالتك سؤال واحنا خلاص مقربين على دور الربع النهائي احمد صديق يتمنى ملاقات مين ما بين سان داونز والوداد والترجي انا زي ما قلنا في بدايه الحلقه كان النادي الاهلي ما عندوش مشكله يقابل مين خالص انا سالت احمد صديق الثلاث فرق بيقدموا بشكل كويس قوي قوي لكن ممكن اقول الترجي مش عشان حاجه عشان هو الفتره دي من وجهه نظري برضو غير الترجي اللي قبل كده يعني فنيا اقل فنيا اقل شويه يعني لكن صن داونز بيأدي بشكل كويس جدا رائع الرجاء برضو بيأدي بشكل كويس قوي انا متوقع ان القرعه الاهلي وصن داونز مش عارف حاسس جدا يعني انا بالنسبه لي النادي الاهلي ما عندهاش مشكله مع حد لو احنا في نفس التركيز ونفس الالتزام اللي بتاع قبل مباراه فيتا انا اعتقد ان احنا طبيعي ان احنا نوصل المباراه النهائيه ايا كان ان شاء الله باذن الله لكن صن داونز يعني بنعرف نتعامل شويه يعني بنعرف نتعامل كورتهم حلوه والملعب مفتوح حتى المباراه لما بتكون في جنوب افريقيا ما بيكونش فيها نفس الشد العصبي الطبيعي بتاع دول شمال افريقيا اذا كان المغرب او تونس وبالتالي هي مش خصوصا انت متفوق عليهم في اخر نسخه انت متفوق عليهم في القاهره وفي جنوب افريقيا فدي برضو من الحاجات اللي ممكن تبقى ايجابيه بالنسبه لك لو لعبت صن داونز ممكن يزود من صعوبه المباراه ان موسيماني كان بيدرب قبل كده صن داونز لا من وجهه نظري بيسهل الماموريه اكتر بيسهل طبعا حافظ الفرقه وحافظ الملعب وحافظ عقليات اللعيبه كمان هو بيفيد قراءه المنافس على لا هو كمان هيبقى حافظ يعني هيبقى حافظ عقليه اللعيبه وحافظهم كويس الراجل معاهم بقاله فتره كبيره يعني شغال معاهم بقاله فتره طويله جدا خصوصا تقريبا المدرب اللي معاهم كان مساعد موسيماني فتقريبا كده يعني فبرضه هيبقى حافظ فكره ايه فبالعكس كل دي ممكن تبقى من الحاجات الايجابيه لو في نصيب وقابلنا صن داونز يعني. طيب ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي عايزين نقفل الملف الافريقي شويه ونخش في يعني في ملف الدوري، ملف الدوري انت عارف طبعا كان في توقف بالنسبه للاجنده الدوليه الدوري رجع ونتائج اعتقد نتائج كبيره النهارده الاتحاد يفوز يعني بقى في الوصافه بقى كمان ما شاء الله ماتشات كبيره على مستوى الاسماعيلي على مستوى المقصه المصري يعني في الدوري ساخن جدا نعرف برضو رايك في الدوري لكن بعد الفصل. قافلين باب دوري ابطال افريقيا مؤقتا والتوقعات يمكن اتكلمنا فيها قبل الفاصل بنتكلم عن الدوري في الدقائق المتبقيه من حلقه البيت الكبير للنهارده والنهارده يمكن من منافسات الدوري الممتاز كان في مواجهه واحده فقط ما بين الاتحاد السكندري والمقاولين العرب والحقيقه كانوا بيتكلموا تحت الهواء بانه فوز الاتحاد السكندري كان مثير للغايه باربع اهداف مقابل هدفين للمقاولين وشفت مبدئيا المواجهه دي ازاي وكابتن عماد النحاس فين من الموسم ده؟ يمكن هي كانت مباراه مثيره جدا جدا يمكن من اول دقيقه يمكن نادي المقاولين تقدم بالهدف الاول بعد كده احرز هدف ثاني والفار لغاه بعد توقف فتره طويله جدا يعني الفار قعد بالظبط 13 دقيقه وعلى حسب دقيقه 6 دقايق هم لعبوا ربع ساعه دقيقتين في الملعب و13 دقيقه دي فعلا انا قاعد بتفرج على المباراه استغربت جدا انه بعد التوقف الطويل جدا ده ادى 6 دقايق بالظبط تقريبا وقت ضايع في الشوط الاول يمكن نادي الاتحاد برضه ادى بشكل كويس جدا
يمكن كابتن عماد الموضوع يعني بيقابله سوء توفيق او عدم توفيق بشكل كبير جدا، بيأدوا بشكل كويس او في مباريات كتيره، ولكن التوفيق مش معاهم. والموسم اللي فات يعني مقارنه بالموسم ده الموسم اللي فات الاهلي مركز رابع ولعب بطوله افريقيا فكونفدراليه. يمكن كابتن عماد بيأدي بشكل كويس لكن التوفيق مش معاه. التوفيق فقط يا كابتن احمد، اكيد يعني ما نقدرش نقول حاجه غير كده. هو نفس الجهاز نسبة كبيرة، هي نفس اللعيبة، يمكن مشي لعيب او اتنين طاهر بس وسيف الجزيري. بس اثروا برضه كابتن احمد يعني طبعاً. حتى على مستوى الهجومي في لعيبة مميزة لكن التأثير الهجومي ما بقاش، وانا في رأيي ان عندهم خلل واضح في خط الدفاع. النهارده شفت الكابتن يعني بينط من على الملعب، يعني بيقول خاصة بعد الجون الثالث بالظبط كده. شفت انت كده المباراة خطأ، يعني خطأ بيضيع منك مباراة. الاخطاء ديت مش اخطاء مدير فني، دي اخطاء لاعبين. خبرات اللاعبين داخل المقاولين انت شايف انها ممكن تسبب مشكله في الاسابيع اللي جايه، وخاصه الدور الثاني ده دور طبعا دور قوي جدا وكله بقى هيموت على النقطه. المقاولين في خطر ولا انت شايف ان الامور ممكن تمشي وتعدي السنه دي يعني؟ لا، المقاولين في خطر كبير جدا طبعا. يمكن انا كنت على طول ببقى متواصل مع كابتن عماد، وللامانه برضه كابتن الاصابات وكورونا فرقت معاه كتير جدا. كان بيحكي لي مواقف صعبه جدا بجد والله كابتن. كان بيحكي لي مواقف ان ممكن بيجي عليه مثلا في ماتش اكتر من لعيب، من 12 لعيب و13 لعيب عندهم كورونا او يفقدهم. بجد يعني ده فعلا. يمكن يقول لي مثلا النهارده مثلا عامل يعني خلاص حاطط تشكيل معين او في دماغي سيستم معين العب بيه، بلاقي اصابات نص الفرقه بره الماتش فجاه قبل المباراه بيوم. فدي من الحاجات اللي اثرت عليه أكيد. بشكل كبير جدا. لكن الموضوع صعب طبعا، صعب جدا، خصوصا ان الجدول كمان صعب جدا يا كابتن. انت حضرتك بتتكلم اخر فرقه الانتاج والاسماعيلي، حضرتك متخيل الاسماعيلي في نهايه الجدول؟ حاجه يعني دي برضو كانت حاجه غير متوقعه يا كابتن. يعني الحاجات اللي الواحد زعلان جدا حزين بجد. يمكن لعبت في النادي الاسماعيلي 3 مواسم. طبعا. لا انت يعني اكتر واحد يلحق كابتن ايهاب، يلحق كابتن ايهاب يعمل حاجه مع الاسماعيلي؟ اتمنى ذلك، بس الموضوع صعب جدا. اللعيبه خلاص بقى لهم فتره كمان، هي كل التخوف من ان الثقه تكون انعدمت. ما ده اللي هكلمك فيه. انت لعبت في النادي الاسماعيلي 3 مواسم، ايه اللي النادي الاسماعيلي فقده علشان يبقى في هذا المركز اللي كلنا زعلانين على نادي الاسماعيلي؟ اكيد في مركز لا يليق باسم نادي الاسماعيلي، لكن انت عشت جوه النادي الاسماعيلي، جوه الاسماعيليه. جماهير الاسماعيليه لها طابع خاص، بتحب ناديها قوي، اللعيبه كمان بتحب النادي قوي، حتى المنتميه للنادي الاسماعيلي او اللي بتيجي من بره. انت شايف المشكله فين؟ والله يا كابتن اقول لك حاجه انت يمكن تستغرب لها. يمكن انا لعبت 3 مواسم النادي الاسماعيلي. لو هنتكلم في الامور الماديه، لا حاليا الامور الماديه افضل بكتير جدا جدا. وده يعني بشهاده كل الناس اللي كانت موجوده او الموجوده حاليا واللي كانت موجوده قبل كده. أوكي. الامور الماديه من وجهه نظري افضل بكتير جدا. من وجهه نظري احترامي الكامل لكل اللعيبه الموجوده، المشكله في نوع الكواليتي بتاع اللعيبه اللي موجود حاليا او اللي بيستقدمهم نادي الاسماعيلي. يمكن للامانه الموسم ده بدا يستقدم لعيبه نقدر نقول يعني افضل شويه من المواسم اللي فاتت، لكن تغيير المدربين بشكل كتير قوي ده برضه اثر بالسلب. اكيد. قماشه اللعيبه كان بيتكلم عليها كابتن خالد جد الله امبارح. طبعا ما انا بقول لحضرتك الكواليتي بتاع اللعيبه اللي موجود او بقاله فتره طويله جدا يا كابتن، كواليتي اللعيبه اللي النادي الاسماعيلي بيجيبه مش على قد مستوى النادي الاسماعيلي ولا على قد طموحات جماهير النادي الاسماعيلي. احنا يا كابتن كنا ممكن بنخسر مباريات، لكن الجمهور كان مبسوط جدا لان بنأدي فيها بشكل كويس قوي. هو بيحب الكوره. انا فاكر حضرتك كنت ماسك تقريبا انبي ولاعبنا حضرتك قبل. صحيح. لا الموضوع مختلف تماما بجد. انا زعلان جدا. يمكن النادي الاسماعيلي يستحق ان يكون في مكان افضل بكتير جدا جدا من المكانه اللي هو موجود فيها. طب زي ما قالت سهام، كابتن ايهاب جلال واداره فنيه جديده. طبعا. كابتن ايهاب جلال مدرب كبير طبعاً. لكن دايما تبقى الادوات ويبقى الضغوط. كابتن ايهاب جلال كمان من خلال بعض التصريحات قبل كان ودلوقتي قال لما دخل الفرقه وشاف بدا يقلق شويه على مستوى الامكانيات الفنيه بالنسبه لمدرب كبير زي ايهاب جلال، على مستوى اللعيبه القماشه اللي موجوده، على مستوى الدعم اللي بيلقاه من كابتن علي ابو جريشه، كابتن يعني صلاح ابو جريشه، كل الناس حتى حسني عبد ربه بقلبه جوه النادي. اللمه ديت ان شاء الله تساعد نادي الاسماعيلي ان هو يخرج من الموقف الصعب اللي هو فيه، ولا انت شايف الامور كمان هتبقى صعبه بالنسبه للدور الثاني؟ هي الامور صعبه وتصعبت جدا بالمباراه اللي فاتت، ان اول مباراه الكابتن ايهاب ويخسر على ملعبه. لو كان في نتيجه ايجابيه بالمكسب او بالفوز للنادي الاسماعيلي كان فرق كتير جدا. هو على قد كده برضه كابتن محتاجين مباراه يكسبوا فيها. كابتن تقريبا من اول السنه اللي هي 21 ما كسبوش ولا مباراه، ولا ماتش. صح. تقريبا 11 او 12 مباراه متتاليه بدون مكسب بدون فوز. فدي من الصعبه الامور النفسيه كمان بشكل كبير جدا على اللعيبه. لكن الكابتن ايهاب عندهم صعبه جدا، محتاج يتعامل نفسيا اهم كمان من فنيا مع اللعيبه، لانه
محتاجين فوز، فوز واحد ممكن يغير كتير جدا جدا. صحيح، والمباراه اللي جايه يمكن نادي الاسماعيلي عنده مباراه ديربي القناه، عنده مع المصري، والنادي المصري طبعا بيأدي بشكل كويس جدا مع الكابتن علي يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله. يعني ما اقدرش اقول مفاجآت، لكن من الفرق اللي بتأدي بشكل كويس قوي النادي المصري مع الكابتن علي ماهر، ماشيين بشكل كويس قوي، بيكسبوا كمان. يعني في المباراه اللي فاتت كسبوا نادي طلع الجيش، من وجهه نظري برضو من الفرق اللي ماشيه بشكل كويس قوي في الدوري النادي المصري. لكن عندك مفاجآت كتير قوي يا كابتن في الدوري الموسم ده، يعني برضو نادي الانتاج الحربي انه يبقى في مؤخره الجدول بالشكل ده متزايل ترتيب الدوري، من الحاجات اللي الصعبه جدا برضو من وجهه نظري. عندك غزل المحلي بيأدي بشكل كويس قوي. تفتكر الانتاج الحربي خسر الكيمياء بتاعت الكابتن مختار؟ كابتن مختار كان 4 سنين استقرار فني بشكل كبير جدا، مستويات قويه، لعيبه مميزه دايما على الاقل في وسط الدوري، ما عندوش مشاكل في الهبوط. هل الكيمياء بتاعت يعني كابتن مختار فقدها الانتاج الحربي، او خروج لعيبه مميزه، او عدم استقدام لعيبه على مستوى عالي ادى لوجود الانتاج الحربي في هذا المركز؟ من وجهه نظري الثلاث اسباب اللي حضرتك قلتهم مشان الكابتن مختار، لان بقالهم فتره، يمكن كان الكابتن مختار وقت بيمر بالفتره دي ولكن كان بيقدر يتخطاها، واكثر مدير فني تقريبا. لا، وكان بيقدر كمان يتخطى كل المواقف دي. انه للامانه من وجهه نظري برضو ما استقدمش لعيبه بالشكل المناسب. يعني يمكن تقريبا من اقل الفرق اللي عملت تدعيمات الموسم ده، كل الحاجات دي اثرت بشكل كبير. وفي لعيبه مميزه مشيت من عنده كمان. لكن كابتن احمد كشري من المدربين المحترمين، مدربين كويسين جدا، اللي عملوا طفره مع نادي اسوان، لكن جاي على مهمه صعبه، صعبه جدا كمان، فنتمنى له التوفيق. انا مبسوط جدا لغزل المحله الامانه، بيأدي بشكل كويس قوي يعني. كابتن خالد عيد بيأدي بشكل كويس قوي مع نادي غزل المحله. سيراميكا طبعا برضه بيأدي بشكل كويس جدا. يمكن الجدول السنه دي، جدول الدوري او الدوري بشكل عام من وجهه نظري دوري قوي، مفاجآت. لا، هو دوري قوي ودوري حلو جدا. كمان لما النادي الاهلي ان شاء الله يلعب المباراه المؤجله، بالنسبه له الامور كمان فوق، يعني صعب تحت، صعب جدا. ان شاء الله لما الاهلي يكسب كل المباريات اللي جايه كمان ان شاء الله يبقى يتصدر الدوري، والموضوع فوق كمان هيبقى صعب جدا يعني. انت تقدر تعمل لنا مقارنه سريعه جدا واحنا على الختام دلوقتي، واحنا على وشك الختام، ما بين الموسم ده والموسم اللي فات؟ لا، الموسم اللي فات كان صعب عشان كورونا، كان في بدايه كورونا وكان في توقف وكان في اصابات كتيره قوي في موضوع كورونا. الدوري السنه دي من وجهه نظري انه مستقر بشكل كبير. نتمنى بس ان شاء الله الثبات، نتمنى ان شاء الله الجدول يبقى ثابت، ما يبقاش فيه تغييرات كتيره جدا. احنا بنسمع اقوال انتي في 9 وانتي في 10 وحاجات كتيره جدا بنسمعها. بتتكلم على المواعيد. على المواعيد، لان يعني الانتظام الدوري او انتظام جدول الدوري بيفرق بشكل كبير جدا. بس ده كل سنه كده يعني، مش حاجه نتمنى جديده يعني. احنا بنقول نتمنى ان شاء الله، خصوصا مع المنتخب، مع المباريات الموجوده للمنتخب، نتمنى ان شاء الله ان الجدول يبقى ثابت. بمناسبه المنتخب، شفت كمان مباريات او تاهل منتخبنا لامم افريقيا في الكاميرون، شفتها ازاي؟ من خلال كان في بعض الانتقادات شويه على اداء الكابتن حسام، على الاختيارات، شفت كمان مشوار المنتخب للوصول البطوله الافريقيه، وتوقعاتك لكاس العالم، تصفيات لكاس العالم اللي هي هتبقى على مستوى الفرق، هتبقى على مستوى اصعب شويه. يمكن يا كابتن حققنا المطلوب بالصعود لامم افريقيا، ده المطلوب حققناه، لكن كاداء يمكن اداء متفاوت شويه، ويمكن برضه هنقول مبررات او اسباب برضه ضغط الدوري، ومفيش ما قدرش يعمل معسكرات، ما قدرش يعمل معسكر فتره طويله او يعمل مباراه وديه، كل دي اسباب. لكن يمكن المباراه الاخيره جزر القمر ادينا فيها بشكل كويس، النتيجه كمان كانت نتيجه كويسه ونتيجه كبيره. نتمنى بس ان طبعا كاس العالم وتصفيات كاس العالم كمان هتبقى صعبه جدا. يمكن نقول يا رب تبقى بدايه المباراه اللي فاتت، انك اديت بشكل كويس بنتيجه ايجابيه كمان بشكل كويس، مع رجوع صلاح يمكن اول مباراه يلعبها تحت قياده الكابتن حسام البدري. دي برضو من الاجابات اللي موجوده. اول مره شارك معاه. يعني تقريبا. بمناسبه صلاح النهارده كمان كان، انت عارفه طبعا ليفربول هيلاعب ريال مدريد بكره ان شاء الله. فمباراه طبعا كلنا مستنيينها، يمكن كنا نتمنى يكون راموس موجود في المباراه، لكن على مستوى المؤتمر الصحفي النهارده كانوا سالوا زين الدين زيدان، فبيقولوا له يعني دعابه كده او لاهداف، انت عارف طبعا الانتقالات الصيفيه اللي جايه ساخنه جدا، وصلاح مرشح لليفربول او برشلونه، فسالوه قالوا له يعني تتمنى تدرب صلاح تحت قيادتك؟ فكان هو رده دبلوماسي شويه جدا يعني. كان رد من مدرب محترف ومخضرم طبعا، فيعني صلاح مش معايا دلوقتي، انا بدرب ال 25 اللي معايا ومركز في الفرقه الجايه. تفتكر صلاح فين؟ 25 لاعب. تفتكر صلاح فين في الصيف يا احمد؟
اتمنى فين ولا افتكر فين؟ تتمنى فين؟ اتمنى اكون في ريال مدريد ان شاء الله. انت مدريدي؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. كان لسه برشلونه النهارده قبل ما اجي كسبوا في الدقيقه 90 تقريبا. احنا برضه بلس 90 يعني برشلونه والاهلي يعني. لا انا طبعا انا بحب ريال مدريد جدا، ومن وجهه نظري ان لعب ريال مدريد او اداء ريال مدريد صلاح صلاح يعني في صلاح صلاح بشكل كبير جدا يعني. لكن برشلونه ليهم طريقه لعب معينه، مش اي حد ممكن يتماشى معاهم. يمكن شفنا جريزمان كان مكسر الدنيا في اتلتيكو، جمع برشلونه بس تاني دلوقتي احسن شويه ماشي، بس برضو مش هو جريزمان اللي كان موجود. ولا انت مش عايز ميسي وصلاح يبقوا يعني؟ لا بالعكس، برضو حاجه ايجابيه لو هتكلم ان انا مشجع مصري او بشجع محمد صلاح. لا تمام، ده حاجه كبيره جدا يكون بيلعب جنب ميسي احسن لعيب في العالم. ولكن انا بقول ان ممكن من وجهه نظري ان ممكن يكون الافضل ليه يكون في ريال مدريد، لعب بطريقه اللعب بتاعت ريال مدريد تناسبه بشكل اكبر من برشلونه يعني. صحيح صحيح، انا بتفق معاك ان صلاح يمكن ريال مدريد على المستوى الفني هو ناقصهم الخطوه دي، ناقصهم السرعات شويه. عندهم بنزيما في ال 18 لكن السرعات يعني ناقصهم. انا اتمنى يكون صلاح كمان خوف يعني، التخوف كمان ان مش اي حد يلعب جنب ميسي ويظهر بالشكل المطلوب يعني، يتفوق بالظبط كده. في ناس، في لعيبه كتير جدا ممكن تتظلم لو لعب جنب ميسي يعني. ابراهيموفيتش يعني على سبيل المثال يعني. لا انت عايز فريم، انا عايز الافضل لصلاح. انا يعني انا من مشجعي برشلونه، لكن انا شايف ان ريال مدريد انسب ليه هو يعني كانطلاقه دوري طبعا مختلف، لكن كمان على مستوى التكتيكي اعتقد ريال مدريد الافضل يعني. جدا طبعا هو صلاح كمان من يعني ما شاء الله كابتن، ده يعني شرف لينا ان احنا بنتكلم عن محمد صلاح انه بقى بيترشح من افضل لعيبه في العالم. طب انت لو اتكلمنا يعني على صلاح ما تنساش كمان تريزيجيه. طبعا ما شاء الله، والماتش المباراه اللي فاتت احرز هدفين. اتفرجت على الماتش؟ شفت الماتش الحمد لله. وقدر انه يصنع الفارق. لا بص يا كابتن تريزيجيه من اول ما تصعد معانا واحنا موجودين في النادي الاهلي، اول ما طلع معانا في الدرجه الاولى من اللعيبه اللي كانت مبشره جدا للامانه، وامكانياته تاهله كده، وكمان عنده افضل من كده. يمكن من اللعيبه اللي فعلا الواحد بيتمنى لها ان شاء الله مستقبل افضل من اللي هو فيه كمان باذن الله. تابعته مع المنتخب؟ تابعت اكيد. طبعا هو من اللعيبه المهمه يعني. يمكن جه عليه فتره كان من افضل اللعيبه في المنتخب طبعًا. في وجود صلاح نفسه يعني تريزيجيه جه عليه فتره في المنتخب، يمكن كمان طوله الامم اللي كانت موجوده هنا في مصر كان من افضل اللعيبه اللي كانت موجوده، لان هو عنده شخصيته. ليه شخصيه؟ وصلنا كاس العالم، خلي بالك هو كمان كان له دور كبير جدا. كان له دور كبير جدا. فهو لا، هو من اللعيبه المهمه، اللعيبه المميزه. بيعجبني فيه انه عنده شخصيته يعني، ليه شخصيته، ما عنديش مشكله بلعب مع مين او جنب مين، ليه شخصيتي بادي بيها يعني. اتاخر شويه في الانتقال للبريمير ليج، كان في سنين كده كان متالق فيها، لكن حابس نفسه شويه في فرق. طبعا الدوري التركي لا يقارن بالبريمير ليج، لكن تفتكر عمليه الايجنت شويه، عمليه الوكيل ما كانش مساعد انه يروح البريمير ليج يعني، كانت هتفرق معاه لو كان في البريمير ليج من سنتين او ثلاثه، كانت هتفرق معاه قبل ما يروح يعني بسنتين طبعًا كمان. طبعا فرقت معاه كتير جدا. اوكي، وانه خد الخبرات اكبر بكتير جدا في الدوري التركي، وادى بشكل هايل هايل، يمكن كل العالم كان بيتكلم عنه في الدوري التركي. ولكن كنت اتمنى انه يبقى بدري سنه او اثنين كمان، كانت فرقت معاه بشكل كبير قوي. لكن هو برضو الموسم ده يعني الموسم ده كان بيادي بشكل كويس قوي، يمكن بفارق مع الفرقه بشكل كويس قوي، يمكن كمان احرز هدف في ليفربول قبل كده، والمباراه اللي فاتت هدفين بمكسب بفوز بتفرق كتير جدا يا كابتن. مؤثر. أكيد. اشكرك يا كابتن احمد، النهارده شرفتنا جدا. ربنا يخليك يا استاذ. نورتنا ابو حميد، كان لقاء مميز دايما، وان شاء الله دايما معانا في البيت الكبير. انا سعيد بوجودي معاك يعني. شكرا جزيلا. كل سنه وانت طيب. وانت طيب، ربنا يخليك. طبعا دي كانت نهايه حلقتنا النهارده في البيت الكبير، بكره مع حضراتكم باذن الله وحلقه جديده من البيت الكبير.